كاميرات فرخه قوي جدا. اسمح لي الاخ صابر، ولكن الجماهير الغفيره كتقول ان السي بدوي ابراهيم هو اللي كان فاز عليك بجوج لحظات وماشي السبب ديالو هو اللي طيحك. بالفعل هذا الكلام صحيح، الجماهير كتقول هذه القضيه هذه، ولكن كنشوفوا الجماهير ايضا كتشجع ابراهيم البدوي فحضور قوي لهذا الخصم. لكن ما نستهنوش بالخصم لانه بطل عالمي واولمبي اللي غيفرض الوجود ديالو اليوم رغم الجماهير المكتفه اللي كتشجع ابراهيم البدوي. اليوم غنشوفوا امام كاميرات مجهزه وامام جماهير كثيفه. شكرا سي صابر، شكرا سي صابر. انطلاقه انطلاقه على القرب، انطلاقه انطلاقه. تفضل سي ابراهيم. سي ابراهيم البدوي، كيف كيبان لك هذا السباق اليوم؟ هذا السباق اليوم ان شاء الله اللي ضربنا عليه واحد لونطريمون بشي حاجه قويه وزايده مزيان، والعداء الصابر اللي كنعترفوا عليه بواحد تبارك الله السبور داكشي ديال فول كونتاكت لايكيدو جري ما ساهلش ليا باش كنسبقته في المره القادمه، وترينا شي جوج مرات ولا ثلاثه وحاول بما امكن وما نعش ما نعش مسكين وما نعش بزاف. شكرا شكرا بزاف، تعذب بزاف. اليوم باغي يرد دقه الفعل ديالو باش يحاول يفوز عليا، ولكن حتى انا ثقه في النفس ان شاء الله. شكرا. يلا خط الانطلاقه، خط الانطلاقه. يلا اه زعيت له يلاه الدراري الخط اشنو نديرو هكا بروما بريباسي ولا اه هو هذا الشابو شابو ياك اه تقول واحد جوج ثلاثه اه شابو نقول انا اللي نقول شابو هنا قول واحد جوج ثلاثه بري بارتي